مع منع طالبان العمل على النساء الأفغانيات واستبعادهن من الوظائف العامة، بالإضافة لحظر ارتيادهن للمطاعم والمقاهي والحدائق العامة، ازدادت نسبة العملاء في مطعم السيدة الأفغانية سميرة محمد الخاص بالنساء. مطعم واوا الذي افتتحته سميرة خاصاً بالنساء بما في ذلك العملاء والإدارة والموظفون لتمكين النساء اللواتي يعانين من ضائقة مالية أو نقص في الدعم من أسرهن، خاصة وأن العديد منهن أيتام أو أرامل ليس لديهن مكان آخر يلجأن إليه بحسب صاحبة المطعم. لقد أنشأت هذا المطعم لأن الكثير من الناس عاطلون عن العمل ومكتئبون ومليئون بالقلق، وخاصة النساء والفتيات، ولهذا السبب فتحت هذا المطعم لمساعدة النساء، فهن المعيلات الوحيدات لأسرهن. الزبائن في واوا يثنون على جهود سميرة محمد ومطعمها، مشيدين بشجاعتها على الافتتاح على الرغم من القواعد الصارمة التي فرضتها حركة طالبان. عندما أعلن طالبان أنها لن تسمح لنا بدخول المطاعم لأن الموظفين والنوادل كانوا من الذكور، حتى أن العائلة كانت تقول إنه لا يمكنك دخول المطاعم، جاءت هذه الفكرة من السيدة محمد التي صدمت العالم وخاصة في أفغانستان، لأن امرأة فعلت ذلك في مثل هذا الموقف الصعب، وأنا أؤيد معاناتها، فأنا أذهب إلى هذا المطعم كثيراً، فهو يقدم طعاماً لذيذاً. وبعد سيطرة طالبان على الحكم في البلاد، منعت التعليم الثانوي عن الفتيات لتحضر لاحقاً التعليم الجامعي، ومن ثم منعت المنظمات غير الحكومية عن العمل من النساء الأفغانيات، ما دفع عدداً كبيراً منها إلى تعليق أنشطتها، لتهدم الحركة خلال عام واحد فقط جهود ومكتسبات سنين طوال من العمل الدؤوب للنساء الأفغانيات.